إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لجميع المشاهدين والمتابعين في اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العراق. إذن كما كتشاهدوا الشارع ديال لافيزيت، شارع لافيزيت المنطقة الصناعية كله ولا كله حفاري وحالته كارثية للأسف الشديد. الشارع ديال لافيزيت المنطقة الصناعية المؤدي إلى مجموعة ديال الأحياء واللي كربط بطبيعة الحال المنطقة الصناعية والمحطة الطرقية والشارع الرئيسي مع الأحياء، راه في حالة كارثية بكل المقاييس للأسف الشديد. الشارع كله حفاري، كله محفر، الشارع كله كارثية للأسف الشديد. صورة أبلغ وغنية عن أي تعليق للأسف. صورة توضح مدى الإهمال والتهميش اللي كيعاني منه هذا الشارع هذا بسبب ضعف البنية التحتية. هاي الصورة واضحة للأسف، في السيارات كيوجدوا صعوبة أنهم يدوزوا من هنايا. هذه الحالة الكارثية اللي كيعاني منها هذا الشارع. أخت مالك صباح النور، تحياتي لك ومرحبا بك في هذا البث المباشر والحصري. شوف الشارع كيفاش محفر، شوفوا كيفاش عامل عباد الله شارع بالمنطقة الصناعية اللي كله حفاري للأسف الشديد، حالة كارثية. شارع اللي كله حفاري وفي حالة كارثية للأسف الشديد. إذا نطلبوا من المسؤولين التدخل العاجل والآني من أجل إصلاح وإعادة الاعتبار لهذا الشارع اللي كتعتبر الأكثر حيوية وأكثر حركية بطبيعة الحال. الشارع اللي كيربط ما بين المنطقة الصناعية والمحطة الطرقية مجموعة ديال الأحياء السكنية كما كتشاهدوا، راه الشارع بالقرب من المحطة، حنا كتوجدوا بالقرب من المحطة الطرقية، وكذلك قرب من الشارع الرئيسي. الله يصوب اختي مالك، تحياتي لك ومرحبا بك. نتمنوا هذا نداء للجهات المسؤولة بالتدخل العاجل من اجل اصلاح هذا الشارع اللي كله حفاري. نولي ندوزو للشارع، هذا هو الشارع الرئيسي، واكيد ان الرمايك والكاميونات اللي كيدخلوا المنطقة الصناعية كاملين كيدوزو من هنا. نوليو ندوزو للشارع نشوفوه كيفاش عامل وكيفاش داير بعد التساقطات المطرية الأخيرة اللي عرفتها وشهدتها المنطقة. شوفوا الحفاري كيفاش عامل هذا الشارع، للأسف الحفاري. شوفوا الحفاري كيفاش عامل للأسف. الصورة أبلغ وغنية عن أي تعليق للأسف الشديد. في الوضع الكارثي اللي كيعيشو هذا الشارع بعد ما فتحت تساقطات المطريه البنيه التحتيه بالمدينه. وللاسف نتمنى ونطلب من المسؤولين، هي الى لاحظتوا راه كل حفره وقداش، يعني حفاري كبار للاسف الشديد، راه خص انهم ماشي ترقيع ولكن نطالبوا باصلاح هذه المنطقه باكملها. وغادي نزيد شويه غادي نلقاو حفاري عاوتاني ليه اللي هما حفاري كبار، ويحصل هذه منطقة صناعية وقرب من تجزئات سكنية. الحالة ديالهم، الحالة ديال الطريق ديالها عفوا كارثية بكل المقاييس للأسف الشديد. شوفوا الوضع ديال الشارع بالمنطقة الصناعية كله حفاري وفي حالة كارثية للأسف الشديد. شوفوا هنا عجاني بحال ديال الحفاري هنا كاين.
واش هاد المسؤولين عايشين معنا ولا عايشين في قارة أخرى. شوفوا الحفرة قداش عاملة، شوفوا الوضع الكارثي للأسف الشديد. واش هاد المسؤولين عايشين معنا ولا عايشين في قارة واحدة أخرى؟ هذا السؤال موجه للمسؤولين. واش هاد الناس هادو عايشين معنا؟ واش كيخرجوا يتسالاو معنا؟ واش كينزلوا في ديك الحفرة اللي كنزلوا فيها حنايا؟ واش كيطيحوا في ديك الحفرة اللي كنزلوا فيها حنايا؟ للأسف أنا الصورة أبلغ غنية عن أي تعليق. راه واخا نعيا ما نهضر، ما غاديش نوصل الإشكالية والمعيقات اللي كتعيق ديك الحفرة. خاص إصلاح إدارات مكلف، إصلاح الإدارات المكلفين في المغرب للأسف، وخاص زلزال للأسف الشديد في الإدارات ديالنا. شوفوا هنا عاوتاني الحفارة قداش عاملين. جواد تحياتي لك خاي جواد، الله يكبر بيك. للأسف كما شفتوا راه الشوارع تقريبا كاملين حفرين، او الشارع ديال لافيزيت كامل محفر. ونطالبوا من الجهات المسؤوله بالتدخل العاجل والاني، طب المسؤولين بالتدخل العاجل والاني بطبيعه الحال، لان الشارع كتعتبر واحد من بين الشوارع اللي هما حركيين، وكربط ما بين المنطقه الصناعيه وكذلك كربط ما بين المنطقه الصناعيه والتجمعات السكنيه. جواد الله يكبر بك خويا جواد، للأسف سميتو شارع الزفت. إذا لازلنا متبعي الأوفياء متبعي قناة شوف تبي في هذا البث المباشر والحصري، شوفوا الأجواء كي عاملها بطبيعة الحال، وشوفوا مدى الدمار والخراب اللي كيعاني منه شارع لافيزيت اللي كيتواجد مدينة العريش، الشارع اللي كيعرف أكثر حركية ورواج. وللأسف الشديد هذا الشارع راه للاسف الشديد كما شفتوا كما لاحظتوا ان الحفاري في مبشيتي. وغادي ندوزو للشارع ديال الجيش الملكي اللي تا هو عاوتاني محفر وكامل حفاري وعامر بالحفاري، محفر وكامل حفاري. شوف الشارع كيعامل بالحفاري، شوف الشارع كيعامل للأسف. شوف الشارع كيفاش عامل للأسف الشديد، كله حفاري كله محفر للأسف. خي جواد ها انت كتشوف عاوتاني الشارع كيفاش عامل. للأسف الشديد راه ما كاين لا مراقبة ولا إحزام كما قال الأخ جواد. راه نتمناو من شي مسؤول أنه يتحرك ساكنا من أجل إصلاح هاد الشوارع اللي راه شنقول لكم، راه هي تساقطات نص ساعة ديال الشا ديال الشا كطيح راه كتفضح البنية التحتية ديال المدينة.
حنا غادي نشوفو هنا كيعاملها عاوتاني الحفار يا امو. هنا شوف هنا عاوتاني كيعاملها الكارثة. هنايا انا حاطني الحجر شاري كامل كم امواج تغادي وتلقى تحير. هذا الشارع ديال الجيش الملكي للاسف الشديد واللي مؤدي الى المستشفى الاقليمي لاله مريم بمدينه العريش. شوفوا حفره عاوتاني قداش في وسط الشارع. نتمنى منكم الاخوان انكم بارطاجيو الاخوان باش تعاونونا، لانكم راه نتوما اللي كنوصلوا بكم الصوت للجهات المسؤوله، راه بفضلكم باش كنوصلوا الصوت للمسؤولين. نتمنى منكم انكم تبارطاجيو على اوسع نطاق، راني بالبارطاج ديالكم اكيد اننا غادي نوصلوا للمسؤولين، واكيد المسؤولين كل مسؤول اللي بطبيعه الحال عندنا امل وكامل الثقه فيهم انهم يتدخلوا من اجل اعاده الاعتبار لهذه الشوارع اللي كتعاني بصمت من مدينه العريش. بارطاجيو الاخوان، الله يرحم بها الوالدين، بارطاجيو لان بالبارطاج ديالكم كما قلت راه اكيد اننا غادي نوصلوا الصوت للمسؤولين والجهات المسؤوله من اجل اصلاح هذه الشوارع اللي كيعاني في صمت مدينه العريش. مدينه العريش اللي كتعتبر بين المدن الساحليه ومدينه كهي مدينه سياحيه بطبيعه الحال. شوفوا حفرة قداش هنا عجاني، بالعكس هاي جواد راه بيكم حنا باش كاين هنا طبيعة الحال، حنا راه بيكم باش حنا هنايا كنتعاونو كامل بينا من أجل نوصلو الصوت للجهات المسؤولة. بيكم بفضلكم طبيعة الحال باش حنا هنايا وباش كنتعاونو كامل بينا من أجل أننا نوصلو للمسؤولين وأي مسؤول بالتدخل العاجل من أجل إعادة الإعتبار لهذا الشوارع اللي كتعاني منها مدينة العريش.